صباح الخير مشاهدينا. تمارينا لليوم راح يكون للإنر ثايز، للفخاد من جوات الإجرين والمؤخرة بنفس الوقت، دون استعمال إكويبمنت، بس البادي ويت تبعنا تقل جسمنا. حنبلش الوارم أب بالسومو سكوات وي أوبن. هيدا مش بس وارم أب، أكيد هيدا ضمن الأكسرسايزز اللي هو بيحمل جسم، بيحمل العضلات اللي بدنا نستخدمهم. مفتح إجرينا بهيدي الطريقة، بتنزل سومو and up، لأنه بالست اللي بدنا نرجع نعمل بعد هيدا رح نشتغل السومو مع two pulses بهيدي الطريقة، بس نكون محميين مزبوط. نشتغلها بطريقة هينة، أول شيء نحمي جسم، من بعدها بنرجع بيصير فينا نقوي أكيد شوي شوي. من هون بإجر اليمين بدنا نعمل 10 كيك لجوا، 10 كيك لجوا، 10 ونعمل حمل inner thigh، 9 8 7 6 5 4 3 2 1. تن إجر كمان 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. open legs بهذه الطريقه and side to side 10 مرات، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop. small break by walking، نفس walking ونفس، نرجع نعيد الحركات اللي كتير مهمة، مش بس لتشد العضل، مش بس لتحرق، كمان بتساعد لتشيل السليلات، بتخفف السليلات بالجسم. أكيد بالرياضة، هي الرياضة هي من الحلول أكيد لتخفيف السلوليت. في كتير حلول تانية كمان، دايت، كون ما عم ناكل كتير سكر، ما عم ناكل مقالي كتير، نخففهم أو نقطعهم أكيد إذا قدرنا. سكريات اللي منا منيحة مثل الشوكولات، فيه كتير سكر، الكانديز، الشيبس، المقالي، كل هالقصص إذا فينا نخففها كمان عم نكون عم نساعد حالنا انه نخفف السليلات مع رياضه وشرب المي المزبوط. هلا رح نعيد سومو، بنزل اند اب، اوبن نيز اوت تو ورك على الانر ثايز اند اب 10 مرات، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop. 10 مرات كيك لجوا، كأنه عم بشبق باس بهذه الطريقة بإجر اليمين، 10 9 8 7 6. نركز على نقطة واحدة، فينا كمان ندق اجرنا ونعمل كيك، ندق اجرنا ونعمل كيك مثل ما الشخص بيرتاح، 4 3 2 1 switch. تاني اجر شمال، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 open legs out. 10 مرات side to side، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop walking. 10 ثواني لنبلش تمريننا.
بادي ويت تريننج اليوم عم نشتغل بتقل جسمنا. يعني تخيل واحد عم يحمل جسمه بإجراه، فبادي ويت تريننج فري ويت، ما عم نستخدم الأوزان، مش عم نستعمل الفري ويت، يعني مش عم نعمل بادي بيلدينج، عم نشتغل التكنيك اللي او تيب الاكسرسايز اللي اسمها بادي ويت تريننج، عم نستعمل تقل جسمنا لنشتغل الحركه. اذا بدي زيد علي انا قوه بستعمل دمبلز، ساعتها عم زيد انا قوه وسترس على العضل. اول حركه رح اشتغلها هي سومو سكوات اللي كنت عم اشتغلها قبل شوي، بس مع تو بالسز داون، بنزل 1 2 اند اب، سكويز اند داون، 1 2 and up 10 مرات، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and hold 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and up. شوية نفس ثلاث مرات، فضي فضي بعد مرة. اوكي هلا عنا 10 سايد لانجز يمين وبردة بهالطريقة، سايد وبردة. هيدا الكومبو اللي عملته هلا أسست له بالوارم اب، بس عملت وارم اب سايد تو سايد لحال، وعملت سايد كيك لحال، خليت الجسم يستوعب انا شو بدي اشتغل كومبو، او اذا بدي اعمل حركات مثلا كومبلكس فيها شغلتين مع بعضه، لدماغ والجسم يكون مستوعب الحركة. هيك كرمال هيك بقول المفضل نكون عم نحمس سبيسيفيك حركات سبيسيفيك قبل، او مشابهه للحركات اللي بنشتغلها بالتمارين، لنكون عم نريح الجسم انه هو ديجا فيو شايف هيك حركه قبل، ولنكون عم نعمل بجود بيرفورمانس. سايد باليمين مع كيك 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and kick. هلا اجر الشمال نفس الشيء، side and kick side and kick 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop. هلا مننام على جنبنا، مننام بهذه الطريقة، اجرنا اللي فوق ما طوجه، انا شغلي بالاجر اللي تحت. اوكي اللي بدي اعمله، بدي ارفع اجري هو الطيه 10 رابس اول شيء، بعدين عنا شيء تاني 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا تاني 10 بطلع بعمل 2 بالسز فوق وبنزل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. تاني سايد نفس الشيء 10 رابس عادي، وبعدين 10 رابس نعمل فيهم بالسز. بتعج اجر اللي فوق، شد بمعتي اكيد لما افقد البالانس، وبدي اعلي 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 هلا تاني 10 2 pulses and down 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اوكي بريح شوي بنام على ظهرنا فينا نعمل هاج للنيز اللي هو احسن شيء هيك حركات عند شوي open knees out فينا لنكون عم نعمل شوية stretching لن inner خذوا اليمين خذوا الشمال 5 4 3 2 and 1 نشد ركاب لعنا 5 4 3 2 1 again لنعيد حركاتنا نبلش أول شيء ب 2 pulses sumo squat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop نضلنا تحت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and stop شوية نفس مرتين بعد مرة 10 سايد لانجز يمين 10 كيك 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and stop نفس الشيء بدنا نأجر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اوكي شوية نفس بعد مرة هلا بنام على جنبنا بدنا نعمل 10 مرات كيك بيرجع 10 مرات 2 pulses up yeah 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 pulses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 switch side come in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 pulses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 stretching time نام على ظهرنا نشد إجرنا لعنا نعبط ركابنا يعني نشدهم ناخد نفس ونفضي
نفس من الفضاء. ده بيopen knees شوي. بننزل إجر اليمين بنضل عارفين إجر الشمال. لنعمل stretching لان inner نفتح إجرنا لبرا بهذه الطريقة to stretch the inner and then لتاني ميلة to stretch الظهر. One more time we open to stretch inner and تاني ميلة. اوكي إجر اليمين نشد شوي. We open and twist. We open to stretch inner and we twist. Okay, done. خلص حركاتنا لليوم. خلص stretching. اشتغلنا على inner thighs. اشتغلنا كمان فينا نقول على سيلوليت. إذا بنعمل هالحركات على القليلة مرتين بالأسبوع ثلاثة سريع من 15 راب كل اكسرسايز بتستفيدوا بتلاقوا نتيجة وما بتكونوا إلا ممنونين. يعطيكم ألف عافية مشاهدينا وبشوفكم بكرة.